لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أما بعد، أعوذ بالله. كان في قصصهم عبارة لأولي الألباب، قد كان في قصصهم، ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه، ولكن تفصيل كل شيء، وهدى تفصيل كل شيء لقوم يؤمنون، ورحمة لقوم يؤمنون. قال الشيخ السعدي في فوائد، قال الشيخ يوسف عليه السلام، منها أنه يبدأ بالأهم فالأهم، وأنه إذا سئل المفتي وكان السائل حاجته في غير سؤاله أشد، فينبغي له أن يعلمه ما يحتاج إليه قبل أن يجيب سؤاله، فإن هذا علامة على نصح المعلم وفطنته وحسن إرشاده وتعليمه. فإن يوسف عليه السلام لما سأله الفتيان عن الرؤيا قدم لهما قبل تعبيرها دعوتهما إلى الله وحده لا شريك له. لابد في الدعوة إلى الله ومن ذلك الإفتاء أن يبدأ بالأهم، فالذي هو أدنى منه أهمية. قد يلتبس عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، اختيار الإنسان، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم الآخر، فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة منذ بداية تؤخذ من أموالهم بوادي لهذا الأمر، فتؤدى أو فتعطى لفقرائهم. ما راودته المرأة، امرأة العزيز، هذه المسألة مسألة مهمة. أول كلمة قد يكون السائل مشغولا بأمر معين من أمر دنياه أو حتى من أمر دينه، كمن تلده مثلا يسأل في النحو أو في القراءة وهو يعتقد الشركية، الدعاء والتضرع، فلا بد وأن يعلم أولا ما يلزمه من التوحيد، وإلا تصرف، وعلى المعلم أن يكون منتبها لذلك، يقدم ما هو أعظم وأحب إلى الله عز وجل، حتى ولو كان السائل لم يسأله عن ذلك، لذلك بل كما ذكرنا أنه يستغل حاجة السائل المعاصي إلى حاجته الدنيوية، ولا فيقدم عليها على الطاعة إلا الله حاجته الدينية، وإن كان لا يشعر بحاجته إليها لشدة موت قلبه أو على الأقل لضعفه، فإن القلوب حياتها تتفاوت، وقد يكون الإنسان ميت القلب وهو لا يشعر، فلذلك لا يطلب الدار الآخرة ولا يشعر بأهمية العبادة والتوحيد لله الذي يؤدي إلى سعادة الآخرة، فلا بد أن يعلم ذلك. هو لا يؤمن بالله واليوم الآخر، ولذلك لم يبحث، ولو استيقظ قلبه ووعى لحقيقة خطر الشرك وخطر إهمال العمل ليوم القيامة، لو استيقظ قلبه ووعى لطلب ذلك. فالعاقل من الدعاة إلى الله يبدأ بذلك. ليس المهم أن يعني يأتي لهم بما يحبون سماعه. أقول في مجال الدعوة إلى الله، كثير من الناس يحبون سماع القصص والمواعظ دون أن
يكونوا قد حققوا ما وجب عليهم من الإيمان، بل حتى من الإسلام. وربما يكون في القصص حكايات لا تثبت، وإنما هي روايات يعني ينشغل الناس بها من الأساطير والحكايات. فلا ينبغي للعالم والداعية والمعلم أن يقدم للناس ما يطلبه المستمعون، وإنما يقدم لهم ما يحتاجه المستمعون، وإن لم يطلبوه وإن نفر بعضهم من ذلك، فإن الواجب عليه أن يبين وليس عليه أن يهدي. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولو أمكنه أن يدمج هذا بذاك، يعني ما كان يحبه الناس فيدمجه بالدعوة إلى التوحيد، فهذا هو الذي يعني يستقر في النفوس إن شاء الله. قال: ومنها أن من وقع في مكروه وشدة لا بأس أن يستعين بمن له قدرة على تخليصه أو الإخبار بحاله، وأن هذا لا يكون شكوى للمخلوق، فإن هذا من الأمور العادية، فقد جرى العرف باستعانة الناس بعضهم ببعض. ولهذا قال يوسف عليه الصلاة والسلام للذي ظن أنه ناج من الفتيين: اذكرني عند ربك. نعم، هذه الفائدة فائدة جليلة، وذلك أن الاستعانة نوعان: استعانة على الحضور فيما يقدر العباد عليه، وهذا من الأسباب المشروعة التي جعلها الله سبحانه وتعالى سببا لقضاء الحاجات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا. كان إذا أتاه صاحب حاجة التفت إلى أصحابه وقال: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما أراد أو ما أحب. فهذا تعليم للناس أن يستعينوا بهذه الوسائل، وليس ذلك ممتنعا، بل الاستغاثة في ذلك أيضا مشروعة، وهي يعني استعانة في مع شدة. وقد قال عز وجل: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. فهذا هذه الاستغاثة من هذا الرجل لم تنكر عليه، لم ينكرها موسى، لأنها استغاثة بحاضر فيما يقدر عليه أو فيما يظن أن يقدر عليه. هذا النوع الأول من الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة. الاستعاذة كذلك من نفس الباب، فقد كان أبو مسعود الأنصاري يضرب غلاما له بالسوط والغلام يقول: أعوذ بالله أعوذ بالله، حتى رأى الغلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا قال: أعوذ برسول الله، أحتمي برسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فقال: يا رسول الله، وحر لوجه الله. فقال: لو لم تفعل لمستك النار. ولم يقل للغلام: تب إلى الله من أن تستعيذ بمخلوق. هذه استعاذة بمخلوق حاضر فيما يقدر عليه. وهذه القصة من أهم القصص في تبيين الفرق بين هذا النوع والنوع الثاني الذي ننكره على أصحاب يعني دعوة القبور ودعوة المقبورين. لذلك نقول النوع الثاني هو استعانة واستغاثة واستعاذة على الغيب فيما لا يقدر عليه إلا الله،
وما لا ومما لا يقدر عليه إلا الله الإغاثة والإعادة والإعانة على الغيب. يعني نقدر نقول لواحد مثلا أعني على زق مثلا على دفع هذا المكتب مثلا، هنقول لأنه هو حاضر. لكن لو أقول لواحد في أمريكا غائب ولا ميت، يا سيدي فلان زق معايا المكتب ده، هذه استعانة يقال لصاحبها استعانة على الغيب، ولا يقدر على الإغاثة على الإعانة على الغيب إلا الله، لأن البشر ليست قدرتهم قدرة تامة، ولا علمهم علم ولا علمهم علم تام. ولذلك نقول في هذا يقال للشخص الذي يستعين أو يستغيث أو يستعيذ بغائب وميت، نقول له إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وقال عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فالاستغاثة على الغيب لم تكن إلا بالله، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان يستغيث بالله. وكذلك الاستعاذة، فقد كان الغلام يستعيذ بالله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن حاضرا أمامه، فلما حضر قال أعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أحتمي وأطلب منه أن يعيذني وأن يعني يحميني من هذا الذي يعني يؤذيني. نقول فالاستعانة على الغيب والاستغاثة على الغيب والطلب على الغيب وهو الدعاء والاستعاذة على الغيب، كل ذلك عبادة لا يجوز صرفها إلا لله. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون، وهكذا في الاستغاثة والاستعانة. بعض الفقهاء قد ذكر في هذا الموضع في هذه القصة خلاف ما ذكر الشيخ، وقد ذكرنا ذلك قبل ذلك. وقال الذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، بعضهم قال أن يوسف مكث في السجن بضع سنين لأنه التمس الفرج من غير الله، وهذا كلام سيء في الحقيقة، فإن الله سبحانه وتعالى حد معاه نسخة من الكتاب، عشان النسخة دي فيها خلل في الصفحات. عشان كده بنقول بيفسروا بيقولوا فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. روى ابن
روي عن ابن عباس مرفوعا لو لم يقل يعني يوسف الكلمة التي قال ما لبث في السجن ما لبث حيث يبتغي الفرج من عند غير الله. قال ابن كثير هذا الحديث ضعيف جدا، لذلك نقول في هذا الباب أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله، وليس هذا ابتغاء للفرج من عند غير الله، والسعي في إزالة الظلم لا ينافي التسليم لقضاء الله. واحد مسجون مظلوم فبيدور على حد يطلعه من الايه من السجن، واحد وقع في بير ما ينفعش يقول ايه، زي ما ذكر بعضهم يعني القصة دي ان هو جه ينادي على حد فايه فتذكر التوكل فترك الايه المناداة، ثم ان بعضهم القى اليه ايه القى حبلا فتمسك به فخرج، عشان يذكروه ان اللي توكل على ربنا هيكون جزاؤه ايه احسن من اللي سأل غير الله. ودخل الكبير هو يعني كلاهما عند المتصوفة ان هو يسأل غير الله على الغيب ويستعين بغير الله ويستغيث بغير الله على الغيب، ولو لأخذ الاسباب يقولك انا ايه متوكل. والحقيقة هنقول له طيب وانت لما نزلوا الحبل ده مسكت في الحبل ليه؟ ما كنت تستنى لما ربنا يطلعك من غير ايه من غير حبل، مش الحبل ده برضه غير الله سبب من الاسباب، حتى الحبل يسمى ايه سبب. فالغرض المقصود ان الاخذ بالاسباب لا ينافي التوكل على الله، والسعي في ازالة الظلم لا ينافي التسليم لقضاء الله، فإن التسليم الواجب هو التسليم لحكم الله وقضائه الشرعي الديني، أما القضاء الكوني والحكم الكوني فهو على أنواع. مسألة دي طبعا خطيرة جدا، لأن البعض بيقول لابد أن لا نعارض الله فيما أراده كونا، يعني كده لما تلاقي واحد بيزني ما تعارضش ربنا فيما أراده كونا، بل لما تلاقي واحد بيعبد الأصنام فلا تعد بالإنكار بالعصبية، ليه؟ عشان دي إرادة ربنا، يبقى لازم تخلوا الأديان كلها موجودة. عشان كده بنقول قسم القدر الكوني ثلاث أنواع، قسم قدر كوني لا قدرة للإنسان فيه على أخذ أسباب، واحد قريبه مات، واحد كان ماشي وقع، واحد صحى الصبح لقى عنده مغص كلوي قال له عندك حصوة، احنا حصوة دي يقدر يعني يعالجها مثلا، لكن احنا بقول واحد قريبه مات يعمل ايه في الموضوع ده؟ شيء ليس ايه ليس في يده، لا قدرة للانسان فيه على اخذ الاسباب او دفعها، مثل كونه ولد بصفة معينة، ولد يجي يقولوا ايه، في بعض الناس يقول انا عايز ابقى بنت والبنت تبقى عايزة تبقى ايه ولد، هذا الامر ليس اسبابا، ده انتوا بتعذبوا نفسيكم فضلا عن مخالفة الشريعة. انت اتولدت ابيض، انت اتولدت اسود، انت اتولدت طويل، انت اتولدت قصير، هتعمل ايه في الاسباب دي؟ مش هتقدر تعمل فيها حاجة. واحد اتولد في لابوين فقيرين يقول لك انا كان مالي اتولدت في الفقر ده ليه؟ اتولد لأسرة معينة، هتعمل ايه تغيرها ازاي؟ هذا امر لا اسباب فيه. ومثل كونه ذكرا وانثى، ومثل موت بعض احبابه واقاربه، ومثل مرضه مرضا لا يعرف له دواء ولا يرجى منه شفاء، فهذا قدر لا بد من التسليم المحض وعدم المنازعة وعدم الفرار منه، اذ لا سبيل الى ذلك. وترك التسليم وورود المنازعة انما هو السخط والشك والاعتراض على الربوبية وجرأة الإقدام ووقاحة الاقتراح بأنه كان ينبغي غير ما كان، والعياذ بالله. واحد بيقترح على ربنا، مش بيقترح بقى، بيتهم بالخلل زي إبليس كده، والعياذ بالله. ده طريق إبليس واللي يمشي فيه يحصل إبليس.
القسم الثاني من الحكم الكوني هو الكوني الذي جعل الله فيه للعبد على أخذ الأسباب أو دفعها قدرة وإرادة وكسبا. وكونه عز وجل جعل لهم قدرة وإرادة تتعلق بالأسباب تكسبا لا ينافي أنه إنما يوجب الأمر حكمه الكوني. يعني إيه اللي هيوجب الأشياء؟ إن ربنا أمر. اللي هتتواجد بإيه؟ بإن ربنا إيه أمر إن ده يحصل. لا موجب إلا إرادة الله، إلا أمر الله. إرادة العبد وأخذه الأسباب ليست موجبة. يعني إيه؟ ممكن تأخذ بالأسباب وما تجيش، ممكن تشتغل كتير وما تجيبش فلوس، ممكن تأخذ بالأسباب ويعني تظبط كل حاجة وبعدين تلاقي تاخد الدواء ما يتخفش. يا ما ناس ماتوا في كورونا خدوا كل الأدوية اللي ناس تانية خفت بيها. بس احنا نعمل ايه؟ ناخد بالأسباب ونفوض الأمر إلى الله. وانا اعتقد ان لا يوجب شيئا إلا إرادة الله وأمر الله. اللي ميت ميت، انت مع النوع الأولاني اللي ما فيش أسباب. عشان كده قلنا للناس اللي ميتين ميتين يبقى ما يلزمش نحط الأجهزة، ممكن نشيل الأجهزة. ليه؟ لأن ما فيش سبب. النوع أنا ذكر ده تفصيلا المرة القادمة. لكن النوع الثالث اللي هو نوع متعلق بالإرادة الشرعية والإرادة الكونية، يعني قدر الله بالمعصية. مش ده كان بإرادة ربنا؟ هتقول استسلم لقضاء الله ولا تدفع قدر الله بالمعصية بقدر الله بالتوبة؟ عشان كده بنقول دي ثلاث انواع مهمة جدا، لازم نعرف الفرق بينها. ومفيش حد يضع الاخرى، يعني وضع واحدة مكان الاخرى. اذكرها بالتفصيل مرة قادمة ان شاء الله. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.